بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. بدأ العد التنازلي لمباراة القمة، قمة الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي على كأس السوبر المصري التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا على ملعب هزاع بن زايد في إمارة أبو ظبي. سوبر جديد، بطولة جديدة، تحدي جديد لأبناء النادي الأهلي، أبناء القلعة الحمراء، وبإذن الله النادي الأهلي سيصنع الحدث في أبو ظبي وتحديدا على ملعب هزاع بن زايد كما صنع هذا الحدث من قبل مرتين. فاز على الزمالك على نفس الملعب في السوبر المصري، وفاز أيضا على فريق المصري، وأكثر من لقاء ودي قدر النادي الأهلي أن يفوز على ملعب هزاع بن زايد، أحد أكبر وأهم الملاعب الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة. الفريق سافر وخلاص، يمكن بعد لحظات بإذن الله تصل بعثة فريق النادي الأهلي إلى أبو ظبي استعدادا لخوض هذا اللقاء بإذن الله إن شاء الله يوم الجمعة القادم إن شاء الله الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. حلقة النهاردة فيها كواليس وأخبار ومتابعة حية بإذن الله لكل أخبار بعثة فريق النادي الأهلي اللي بتستعد، والنهاردة إن شاء الله هيكون كل الكلام على مباراة القمة بإذن الله. مواجهة الزمالك مواجهة جديدة وتحدي جديد، وبإذن الله إن شاء الله يكون النادي الأهلي تحت قيادة فنية للمدير الفني السويسري مارسيل كولر على أهبة الاستعداد والتحدي للفوز بهذه البطولة، وبإذن الله إن شاء الله تكون انطلاقة قوية في الموسم الجاري. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف رأي حضراتكم، أفضل تشكيل يلعب به الأهلي في مباراة السوبر المصري. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم بالنسبة أفضل تشكيل يلعب به مارسيل كولر هذه المباراة اللي أعتقد بنسبة كبيرة قد تكون فيها مفاجآت على الوضع الفني أو الاستعداد الفني بالنسبة للنادي الأهلي. لكن خلونا كده نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي بعثة الفريق في الإمارات، وكمان الأهلي يخوض تدريبين في أبو ظبي استعدادا للسوبر، وفي الترند العالمي رونالدو يعود لتدريبات اليونايتد. استعراض مباريات اليوم النهارده في مجموعه من المباريات المحليه والاوروبيه. الدوري المصري الساعه 5 بدات وانطلقت مباراه السموحه والبنك الاهلي، والساعه 7 من مساء اليوم وختام مباريات الجوله الثانيه من الدوري العام مواجهه طلائع الجيش امام انبي. طيب نروح لمباريات دوري ابطال اوروبا، والنهارده في مباراتين في توقيت واحد الساعه 7 الا ربع. ريد بول سالزبورج هيواجه تشيلسي، شبيليا هيواجه كوبنهاجن، والساعه 9 خمس لقاءات في ختام مباريات اليوم. دينامو زغرب يستضيف الميلان، بروسيا دورتموند يستضيف مانشستر سيتي، سيلتيك يستضيف شختار دونيتسيك، لايبزيج يستضيف ريال مدريد، وبنفيكا يستضيف يوفنتوس. مباريات كلها مهمه جدا، لكن بالطبع اهم مباراه واللي هتشهد تحدي قوي جدا بنفيكا امام اليوفي وبروسيا دورتموند امام مانشستر سيتي. دي كانت ابرز مباريات النهارده سواء المحليه او الاوروبيه، وبالطبع ان شاء الله المباراه الاهم هتكون يوم الجمعه الساعه 7 بتوقيت القاهره، لقاء الزمالك والاهلي في السوبر المصري. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونبدا بقى نتكلم على كواليس الرحله واخر اخبار فريق النادي الاهلي اللي هيصل ابو ظبي ان شاء الله بعد قليل استعدادا للقاء السوبر المصري. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب الحديث عن استعدادات الاهلي للقاء السوبر، يمكن كلنا عارفين الاهلي لعب اربع مباريات منذ بدايه الموسم، مباراتين في دوري ابطال افريقيا فاز ذهابا وايابا على بطل تونس، ولعب مباراتين في الدوري المصري قدر يحصد ست نقاط من اول لقاءين، فوز على الاسماعيلي وفوز على اسوان بنفس النتيجه 1-1، وبالتالي البدايه موفقه والبدايه مبشره في انتصارات في نتائج جيده. لكن الشيء الملفت للنظر واللي البعض ممكن يشوفه سلبي ان الاداء في لقاء اسوان ما كانش منتظر بشكل كويس، او ما كانش الاداء اللي الناس مستنياه من فرقه الاهلي في مباراه اسوان. لكن الشيء الايجابي في هذه الجزئيه وهي تصريحات مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي واللي اتكلم فيها ان هو مش عايز يشوف الاداء ده، ومش ده المستوى اللي ممكن بيتمناه في التوقيت الحالي، ومش عايز يقول مبررات، وشايف ان الفرقه عندها امكانيات افضل من كده. التصريحات دي بتدل ان المدير الفني واقعي وواضح وما بيحبش يتكلم في اي مبررات، وده بالتالي بيدينا كده انطباع ان لقاء السوبر باذن الله هيكون فيه دفعه قويه جدا
بالنسبه للاعبي النادي الاهلي عشان تقدم افضل ما لديها في هذه المباراه. خدوا بالكم مباراه القمه تحديدا من المباريات اللي انت مش محتاج تدي فيها دوافع للعيبه، كده كده اللعيبه بتبقى نازله عارفه ان هي لازم تعمل مباراه كبيره ومباراه الكل بيتفرج عليها وبتحظى باهتمام اعلامي وجماهيري كبير جدا. لكن المباراه دي تحديدا لها خصوصيه، خاصه انك اخر موسم او اخر موسمين رغم انك خسرت الدوري وخسرت اخر بطوله كاس، ولكن انت بتفوز على الزمالك في الدوري، يعني انت في نتائجك مع الزمالك في بطوله الدوري او حتى في بطوله افريقيا انت متفوق. الزمالك لم ينتصر عليك في اخر سنتين ثلاثه الا في لقاء كاس مصر الاخير نهائي الكاس اللي اتلعب من حوالي 3-4 شهور، لكن كل نتائجك اخر سنتين منذ نهائي دوري ابطال افريقيا مرورا بمباراه الدوري الاهلي بيتفوق على الزمالك في مجموع اللقاءين سواء الذهاب او الاياب في الدوري او حتى مباراه دوري ابطال افريقيا. يوم الجمعه اللي جايه هتوافق الجمعه المية هيكون عدى على مباراه القاضيه ممكن نهائي دوري ابطال افريقيا 100 جمعه، فباذن الله ان شاء الله تكون احتفاليه بالمئويه والاحتفاليه ببطوله جديده على حساب الزمالك في كاس السوبر. طيب النهارده الفريق اكيد ده كلكم تابعته في التغطيه الخاصه سفر البعثه وتحرك الطياره حوالي الساعه يعني 12 ونص 1 الظهر، اعتقد باذن الله ممكن يعني على حوالي الساعه 5 ونص كده باذن الله تكون البعثه وصلت باذن الله لمطار ابو ظبي. شفنا قدامنا اللعيبه شادي حسين، مصطفى شوبير، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، احمد نبيل كوكا كمان زي ما انتم شايفين انضم للبعثه، وطبعا في اتفاق تم مع المنتخب الاولمبي ان في لعيب هيخرج من الاهلي ولعيب هيخرج من الزمالك، حمدي فتحي، كمان اكرم توفيق، مارسيل كولر، دكتور احمد ابو عبله، يعني ان شاء الله باذن الله يكون الفريق في حاله فنيه وجاهزيه كبيره جدا. طاهر موجود في المباراه رغم ان طبعا انه خد كارت احمر في لقاء الاسماعيلي وهيغيب مباراتين، لكن اللائحه بتقول ان كل مسابقه محليه مستقله ما بترتبطش ببعضها، يعني اي انذار اي كارت احمر في الدوري ملهاش علاقه بالكاس، ملهاش علاقه بكاس الرابطه، ملهاش علاقه بكاس السوبر. ياسر ابراهيم موجود في المعسكر، موجود في الرحله، وده تاكيدا لان كل اللي كان بيتقال قبل كده بخصوص ياسر ابراهيم كان كله كلام في الهواء، كلام فاضي. وعايز اقول لكم الفتره الجايه كمان هتسمعوا اخبار كويسه بالنسبه للعيبه اللي الموسم بتاعها او العقد بتاعها بينتهي الموسم الحالي، هيكون في سلسله من التجديدات لعدد من اللاعبين ابرزهم بالتاكيد باذن الله هيكون ياسر ابراهيم وعدد من لاعبي فريق النادي الاهلي. وبالتالي كل الكلام اللي كان بيتقال قبل كده وان مارسيل كولر يتكلم مين في الدفاع يبقى معايا، مين هيمشي، مين هيكمل، مين هيعتمد عليه، كل الكلام ده في الهواء. ياسر ابراهيم موجود معاه في المباراه اللي فاتت وكمان موجود معاه في رحله السوبر، لو الراجل مش مقتنع بيه اكيد ما كانش هيضم ياسر ابراهيم. علي معلول موجود كمان احد الركائز الاساسيه اللي موجوده في خط الدفاع وفي الجبهه اليسرى. بيرسي تاو اللي باذن الله هيكون احدى المفاجات اللي هتكون موجوده في لقاء السوبر وخد جزء كده من مباراه اسوان. محمد عبد المنعم يمكن اصابه بسيطه لكن ان شاء الله لن تمنعه من خوض مباراه السوبر. في تفاصيل اكتر بخصوص هذه المباراه ولكن اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونبدا نخش بقى في تفاصيل المباراه وكيف تستعد الامارات ل يعني استقبال الاهلي والزمالك في هذه المباراه يوم الجمعه القادم. اهلا بحضراتكم من جديد، وقبل ما ادخل في اي تفاصيل بالتاكيد بوجه كل الشكر للاشقاء في الامارات على هذا الكليب وعلى هذه الاغنيه، وكمان شكر خاص كمان لاصحاب الهمم في ابو ظبي على هذا الانتاج الجميل جدا واللي بيدينا مشاعر طيبه قبل المناسبات الرياضيه اللي بتجمع كل الشعوب العربيه وارض الامارات تحديدا ارض الخير واللي بنسعد دايما بالتواجد فيها. وانا على المستوى الشخصي حضرت مباراتين سوبر قبل كده، مباراه لعبت على استاد هزاع بن زايد ما بين الاهلي والزمالك، حضرت كمان مباراه الاهلي والمصري على استاد هزاع بن زايد، وحضرت ايضا كمان مباراه الاهلي والزمالك اتلعبت على استاد الجزيره الاماراتي واللي انتهت بفوز الزمالك. الاهلي فاز مرتين والزمالك فاز مره، وان شاء الله يكون في توفيق للاهلي في المباراه القادمه. لكن مزيد من التفاصيل عن استعداد الامارات لمباراه السوبر، ملعب المباراه، التذاكر، الفعاليات والنشاط الرياضي اللي ممكن يتم في هذا اليوم قبل انطلاق المباراه. لذلك في هذه اللحظات بيسعدني ان يكون معايا على الهاتف الاستاذ سهيل العريفي المدير التنفيذي لمجلس ابو ظبي الرياضي. استاذ سهيل مساء الخير على حضرتك وبنسعد دايما بوجودك معانا على شاشه قناه الاهلي. مساء النور اخي الكريم، امسي عليك وعلى متابعينك وعلى الاخوه العاملين معك في القناه. التقيت بيك قبل سنتين وكنا بنتكلم على لقاء السوبر، ودايما الاخوه في الامارات وحضراتكم بيبقى عندكم دايما افكار جديده في تنفيذ والتخطيط للاحداث الرياضيه. مباراه السوبر المره دي ايه الافكار اللي ممكن تتنفذ والفعاليات اللي ممكن تتم على ملعب هزاع بن زايد في مدينه العين؟
أولا أنا أقول كل سنة وأنتم طيبين، كل عام وأنتم بخير. وحضرتك طيب. سنة علاقات الإمارات المصرية، العلاقات الإماراتية المصرية 50 سنة من الحب والأخوة، والله يديم. ما يمكن إحنا اليوم محظوظين أن السوبر يكون في نفس الفترة اللي فيها موجود هذه المناسبة، فبالتالي الكل اليوم سعيد بهذه المناسبة. راح تبقى طبعا الأجواء في السوبر تحت شعار هذا المسمى اللي هو 50 سنة من العلاقات المصرية بمستوى الإمارات قلب واحد. فعاملين إن شاء الله مهرجان كبير في يوم المباراة. قبل المباراة ب3 ساعات راح يتم فتح البوابات والبدء في الأماكن الترفيهية خارج الملعب. راح يكون في فلكلور مصري، في فلكلور إماراتي، في فلكلور عربي خارج الملعب في منطقة الفانزون. ايضا راح يكون موجود داخل الملعب في فنان مصري صرحنا عنه امس اللي هو الفنان احمد سعد. راح يكون ايضا في العاب الليزر والالعاب الناريه، وراح تكون ان شاء الله في فرقه اماراتيه داخل ايضا فقط يعني للفلكلور الاماراتي، وان شاء الله مراسم التتويج باذن الله. طيب على المستوى التذاكر، من سنتين لما سالت حضرتك على التذاكر قلت لي تذاكر الاهلي نفذت في أقل من 3 ساعات، المرة دي تذاكر الأهلي المخصصة حوالي 12500 تذكرة، نفذت مبكرا من إمتى مثلا؟ والله شوف أنا مش فاكر الفترة، لكن المرة هذه أمانة في تنافس كان كبير بين الفريقين على يعني على التذاكر. جمهور الفريقين كلهم اشتروا نسبتهم، الملعب ما شاء الله ممتلئ، المنطقة المخصصة لجمهور الفريقين بالتساوي ان شاء الله راح تكون ممتلئه تماما. لكن اكيد احنا لما تكلمنا عن الاهلي كانت ايام كاس العالم للانديه، فدائما بطولات كاس العالم للانديه يكون فيها اختلاف شويه عن الفرق اللي جايه من اوروبا اللي جايه من مكان. يظل جمهور النادي الاهلي والجمهور بشكل عام جمهور الجاليه المصريه الاكبر عددا موجود في الامارات، فاكيد ان هذه التذاكر راح يكون اليوم راح تنفذ بسرعه في اي بطوله. لكن أمانة كان الحجز والمبيعات كانت بسرعة كبيرة في السوبر المصري. لا تنسى اليوم احنا طرحناها بدري شهر 8 اعتقد، او بالزبط. ايوه في شهر اخر 8 تقريبا بالضبط، فبالتالي من ذيك الفترة يعني فالناس اكيد احنا حطينا التذاكر هذاك الوقت طرحناها حتى اذا حد عنده اي خطة او بلان لانه يقضي اجازة في الامارات او اللي حاب يجي، فاساس تكون الامور كلها مرتبة. أكيد. طيب اللاتيفو والدخلات الجماهيرية في مساحة ملعب هزاع بن زايد أكيد بيبقى لها ترتيبات معينة، هل تم التنسيق مع روابط المشجعين بخصوص الدخلات الجماهيرية اللي هتتم؟ نعم، احنا وصلنا طلبات من روابط الأندية. بكرة بإذن الله تعالى في اجتماع مع رابط كل فريق بحضور المسؤولين حتى يتم الاطلاع على الشكل النهائي. اليوم الجماهير متحمسه انها تعمل تيفوهات، فاكيد في تغيير دائما في هذا الشكل، في افكار تطلع عند الشباب اللي يشتغلون على التيفو، فكل مره بيغيرون. فبكره ان شاء الله ان الموعد النهائي ان يقدمون المقترح الاخير يتم اعتماده ان التيفو يكون يمثل النادي، يمثل حضاره النادي، وطبعا بموافقه النادي ان شاء الله. اكيد. بعثه الاهلي وصلت منذ لحظات الى ابو ظبي، في مراسم معينه بتتم في استقبال سواء الاهلي او الزمالك في مطار ابو ظبي؟ اكيد، يعني انت اليوم جايينك ضيوف في الامارات، بالنسبه لنا كل ضيوف الامارات سواء كانوا في بعثات رسميه او غير رسميه ان شاء الله ان يتم استقبالهم بشكل جيد، وان شاء الله ما حد يقصر معاهم. لكن اليوم هذه بطوله رسميه، اكيد لها تجهيزات رسميه في المطار، لها ترتيبات معينه لان هذا عدد وفد كبير في لاعبين وفي مدرب، فتكون اجراءاتهم مختصره. الممر في استقبال رسمي من مجلس الرياضي الاعلام، في جمهور خارج الملعب ينتظرهم، فلها ترتيبات معينه يعني. اكيد. هل في مؤتمر صحفي؟ الحمد لله. اتفضل. يعني انت اليوم حتى لو تنقل بالتلفزيون صعب توصلك الصوره كانك موجود، يعني اليوم ما شاء الله الامارات وابو ظبي بشكل خاص اغلب الناس محتفله بوجود السوبر المصري، تجد اليوم ما شاء الله في فنانين راح يسوون حفلات اعتقد اليوم وبكره، في لا كلام الا عن السوبر المصري، بالرغم من ان اليوم في بطوله اوروبا وبكره في تشامبيونز ليج ايضا. اكيد. فبالتالي الكلام كله عن السوبر المصري ما شاء الله،
ان شاء الله يا رب يطلع تطلع البطوله بالشكل اللي يريده الجميع وشكل احسن من ما نظن بهذا الصح. في مؤتمر صحفي ليله المباراه هيتعمل للفريقين، التدريب هيكون مفتوح، يعني الامور اللوجستيه الخاصه بقى بالاستعداد الفني للفرقتين، التنسيق مع مجلس ابو ظبي في تنظيم هذا الحدث. صحيح، يعني اليوم في لسه شوف التدريب مش مفتوح، هو دائما الرسمي القانوني اجباري على الانديه انك تفتح ربع ساعه بدايه التدريب. لكن في انديه ممكن ترضى ان التدريب يكون مفتوح كامل، وفي انديه تغلق بعد الربع ساعه ويحق للنادي انه يرفض، لكن ربع ساعه اجباري. فالى الان في الاجتماع الفني اللي راح يصير راح يقرر كل نادي هل المؤتمر هل راح يكون تدريب مفتوح للاعلام او لا. طيب المؤتمر الصحفي، اكيد في مؤتمر صحفي قبل المباراه. صحيح، في المؤتمر الفني اللي هو راح يقام في المدرب وكابتن الفريق او اللاعب اللي اختار المدرب والمترجم اذا كان عنده مترجم، راح يلاقي الجمهور ان شاء الله في استاد عزاء يوم الخميس باذن الله تعالى. باذن الله. استاذ سهيل العريفي المدير التنفيذي لمجلس ابو ظبي الرياضي، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وبنسعد دايما بوجودنا في الامارات، وكل التوفيق لكم يا رب، ونشوف مباراه كبيرة جدا ودائما وابدا. طالما الحدث الرياضي موجود في الامارات بنثق تمام الثقة ان هذا الحدث سينجح نجاح باهر ما بين اشقائنا في الامارات في استضافة الكبيرين الاهلي والزمالك في لقاء السوبر المصري. شكرا جزيلا استاذ سهيل العريفي، وقدر الامكان حاولنا نقرب شوية من التفاصيل والكواليس الخاصة باستضافة الامارات للقاء السوبر، وعرفنا ان هيكون في تدريب ليلة المباراة، قد يحدث في تصوير بالنسبة للفريقين، ده هيتم في الاجتماع الفني، لكن مؤتمر صحفي ده بنسبة مؤكدة هيتم لكلا الفريقين في استاد هزاع بن زايد يوم الخميس وقبل المباراة ب 24 ساعة. فرقة الاهلي وصلت حاليا الى مطار ابو ظبي، وباذن الله ان شاء الله النهارده مش هيكون في تمرين، هيكون في راحة، وبكرة باذن الله تبدا الاستعدادات، تدريب باذن الله الاربعاء، تدريب الخميس على ملعب المباراة، ثم المباراة يوم الجمعة الساعة 7 بطاقم تحكيم أجنبي. قدر الإمكان بنحاول خلال الساعات اللي جاية نوصل على الأقل لجنسية طاقم الحكام بوجود تقنية الفار بإذن الله، وهنعرف ده بإذن الله خلال الساعات اللي جاية، بنعرف كده من الكواليس اللجنة ممكن تختار حكم من أي دولة أوروبية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نستكمل باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد، وترند الأهلي، نشوف ترند الأهلي واللي كتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. أول حاجة حساب في الجول والحساب الرسمي في الجول على تويتر، كشفوا عن قائمة الأهلي المسافرة لمباراة السوبر، غياب أليو ديانج ورأفت خليل دي أبرز الغيابات. طب القائمة بتتكون من محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، علي معلول، محمد هاني، أكرم توفيق، كريم فؤاد، حمدي فتحي، عمرو السولية، مجدي أفشة، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، طاهر، بيرسي تاو، برونو سافيو، أحمد نبيل كوكا، محمد شريف، شادي حسين، حسام حسن. عايز أكد على حاجة بس مهمة، النادي الأهلي لم يعلن القائمة حتى الآن بشكل رسمي رغم سفر البعثة ووصلت منذ لحظات إلى أبو ظبي، لكن القائمة المنشورة من خلال موقع في الجول بنسبة 100% غير صحيحة، في بعض الأسماء مش موجودة، لكن النادي الأهلي يعلن قائمته الرسمية خلال الساعات القادمة مع دخول الفريق للتدريبات بدءا من الغد، لكن في بعض الأسماء اللي موجودة في القائمة طبقا للي موجود على موقع في الجول أسماء غير موجودة ضمن البعثة المسافرة. طيب حساب كوره 11 بيتكلموا عن مارسيل كولر، حساب كوره 11 على تويتر نشروا، كولر يعلن حاله التاهب لمباراه السوبر امام الزمالك، السويسري يفرض قيود على لاعبي الاهلي قبل مباراه القمه للاستعداد للموقعه المنتظره من اجل خطف اول ديربي تحت قياده المارد الاحمر. اول قمه واول ديربي لكولر مع الاهلي، ان شاء الله تكون بدايه موفقه، البدايات مهمه جدا لاستكمال المشوار بشكل ناجح. حساب الوطن سبورت على تويتر ايضا نشروا، كولر يستعين بمباريات القطبين اخر 3 سنوات قبل السوبر امام الزمالك. يعني اعتقد هيكون في شك في الخبر ده، لان فريق نادي الزمالك تحديدا في تغيير في بعض العناصر، فالاهتمام اكتر هيكون اخر مباراتين في الدوري العام عن مباريات القمه اللي اتلعبت قبل كده، لان في تغيير في شكل خط الدفاع ووسط ملعب فريق الزمالك عن الفتره السابقه. لكن الاهلي ان شاء الله هيكون جاهز للمباراة، والأهلي عنده تحديات كبيرة جدا في هذه المباراة. حساب كورة بلس على تويتر أيضا، مصدر لكورة بلس، عمرو السولية هو الخيار الأول ليعوض غياب ديانج أمام الزمالك، وأنا بأكد أن الكلام ده لسه مش مؤكد، وتوقعوا مفاجآت في شكل التشكيل اللي ممكن يظهر في مباراة القمة، لن نخوض في أي تفاصيل فنية، مش هنكشف الأسرار ومش هنكشف الكواليس،
لكن أكيد غياب أليو ديانج هيبقى فيه خيارات فنية متعددة لمارسيل كولر. إيه اللي هيستقر عليه؟ ده هنعرفه يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 7 لما تنطلق صافرة البداية. ولكن تشكيل الأهلي غير مؤكد، ومحدش هيقدر يتنبأ بالصورة والشكل هيلعب بيه مارسيل كولر، في ظل إنه هيواجه فيريرا اللي بيلعب دايما بطريقة أقل مجهود وأفضل نتيجة، ما بيعملش مباريات كبيرة، ما بيكسبش بأداء كبير، لكن بيعرف يخطف الفوز. وبالتالي دي محتاجة سياسة فنية أو سياسة إدارة فنية معينة من مارسيل كولر، وده هنشوفه إن شاء الله في مباراة يوم الجمعة. الوطن سبورت بيتكلموا على إن اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك باللجوء للوقت الإضافي في السوبر. بصوا يا جماعة، عشان بس التفاصيل دي الإعلام بيحب يعني إيه يبروزها بشكل كبير، ولكن هي الفكرة في حد ذاتها مفيش إخطار باللايحة. اللايحة موجودة مع الفريقين، وكل فريق مع لايحة السوبر بتاعت 2020-2021، فمعروف أنت هتلعب السوبر ده ما بين بطل الدوري ومثلا وصيف الكاس، السوبر اللي بعديه بطل الدوري ووصيف الدوري، فكل نادي عارف اللايحة بتاعته. اللايحة بتاعت السوبر 2020-2021 فيها إكسترا تايم إذا انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي أو التعادل الإيجابي، لكن يعني الناس بتحاول تفكر المشاهد أو القارئ بالمعلومة، فبتقول إنه في إخطار عشان المباراة يبقى فيها إكسترا تايم. حساب كورة بلس على تويتر أيضا، وتصريحات للسيد سهيل العريفي مدير قطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي والمدير التنفيذي، واللي اتكلم فيها على سعة استاد ملعب هزاع بن زايد، واللي قال سعة الملعب 25,000 هتتقسم مناصفة بين جمهور الفريقين. كل فريق هياخد الجزء المخصص ليه، الأهلي في الثالثة شمال، الزمالك في الثالثة يمين، وفي قائمة ممنوعات خاصة بالجماهير هيتم الإعلان عنها خلال الساعات اللي جاية، وهي نفس القائمة اللي كانت موجودة في آخر بطولة إفريقيا اللي اتنظمت في مصر عام 2019. آخر حاجة في ترند الأهلي، حساب يلا كورة، عبد المنعم يخضع لجراحة بعد قمة السوبر أمام الزمالك. هي الفكرة في حد ذاتها والخبر لسه مش رسمي، ولكن اللي عايز أكد عليه إصابة محمد عبد المنعم في لقاء أسوان لن تمنعه من خوض مباراة الزمالك، وفكرة إن يكون في عملية جراحية من عدمها الأمر متوقف على الفترة اللي جاية، في مساحة وقت ما فيش مساحة وقت، اللاعب هيلعب مباراة الزمالك بشكل طبيعي. فبالتالي أتمنى محدش بس يتكلم على عملية جراحية أو يتكلم إيه اللي هيحصل الفترة الجاية، لأن اللاعب جاهز لمباراة الزمالك وإن شاء الله بإذن الله مش هيكون في أي شيء الفترة اللي جاية، واللاعب هيكون جاهز بشكل جيد جدا للقاء الزمالك، وإن شاء الله بعد كده في مساحة وقت بقى نشوف بعد كده أي لاعب مصاب ممكن يرجع إمتى، يرتاح إمتى، محتاج إيه بعد التوقف اللي جاي، لأن الأهلي هيرجع يلعب يوم 2 نوفمبر ثم في توقف لغاية منتصف نوفمبر. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نستكمل بقى فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند، ونروح للترند المحلي ونشوف أخبار الكرة المصرية. حساب بطولات على تويتر بيقول كندا تعتذر عن عدم مواجهة مصر وديا بمعسكر نوفمبر، كان في طلب من الاتحاد المصري أنه ياخد من الاتحاد الكندي 250,000 دولار نظير خد هذه المواجهة في الإمارات خلال شهر نوفمبر بعد مواجهة بلجيكا، لكن الاتحاد الكندي طلب مواجهة مصر وديا واعتذر بعد طلب مصر 250,000 دولار، يعني ما اتفقوش على القيم المالية، وبالتالي حتى الآن مصر هتلعب مباراة ودية وحيدة أمام منتخب بلجيكا. منتخب بلجيكا منتخب مصنف وهتبقى مباراة قوية جدا لروي فيتوريا، هنشوف بقى ساعتها الرؤية الفنية والشكل الفني لمنتخبنا إلى أي مدى من المستوى الفني وصل له بعد المباراة الودية الأخيرة اللي كانت مع منتخبات ضعيفة. منتخب بلجيكا ده مستوى تاني خالص، فهنشوف ده إن شاء الله في شهر نوفمبر قبل انطلاق مباريات كأس العالم. طبعا مصر مش موجودة لكن في منتخبات تانية بتستعد زي منتخب بلجيكا. حساب يلا كورة النهاردة ألقى الضوء على موضوع مهم جدا، أندية درجة تالتة طبقته اللي هي الكرة النسائية قد تكون عائقا أمام مشاركة الأهلي والزمالك بدوري السوبر. التقرير بيتكلم عن إن في أندية في الدرجة التالتة طبقت المعيار ده وبقى عندها فرق كرة نسائية، لكن التقرير بيتكلم على نظام دوري السوبر الإفريقي. دوري السوبر الإفريقي هينطلق في شهر أغسطس من عام 2023، وأحد المعايير الأساسية عشان تلعب هذه المسابقة لازم يكون عندك فريق كرة نسائية. التقرير استعرض أكتر من فريق أفريقي عنده فريق كرة نسائية، يعني مازيمبي، سيمبا، سان داونز، الجيش الملكي المغربي، في أندية كمان عربية زي الوداد والرجاء عندهم كرة نسائية لكن ما بيشاركوش في دوري أبطال إفريقيا للسيدات. أبرز فريق مصري عنده فريق كرة نسائية فريق وادي دجلة، ولكن الأهلي والزمالك عشان يلعبوا دوري السوبر
لازم يكون عندهم بالتأكيد فريق كرة نسائية. طيب هتوقف عن هذه الجزئية، وزي ما انتم شايفين على الشاشة يمكن دي لقطات حصرية لوصول بعثة فريق النادي الأهلي إلى أبو ظبي لخوض لقاء السوبر أمام فريق نادي الزمالك. دي لقطات يعني خاصة وحصرية منذ لحظات لوصول بعثة فريق النادي الأهلي إلى مطار أبو ظبي. الفريق الحمد لله وصل بسلامة الله، شايفين دكتور محمد شوقي رئيس بعثة الفريق، معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي، الأستاذ خالد مرتجي أمين الصندوق، السيد مارسيل كولر المدير الفني السويسري لفريق النادي الأهلي، باقي أفراد الجهاز المعاون، كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق. يعني الحمد لله البعثة وصلت بسلامة الله، وكلنا عارفين دكتور محمد شوقي هو رئيس البعثة، وإن شاء الله بإذن الله كل الترتيبات الإدارية تمت على ما يرام، لأن قبل سفر الفريق سبقوا سفر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والكابتن سمير عدلي المدير الإداري. وشايفين هو لحظات من وصول البعثة في مطار أبو ظبي، كل التسهيلات الإدارية وكل الأمور التنظيمية بالتأكيد موجودة وبيتم تذليلها لكل أفراد بعثة فريق النادي الأهلي. اللاعبين كمان قدامنا، يمكن كمان أكتر من عضو في الجهاز الإداري لمتابعة كل الإجراءات الإدارية للبعثة. شايفين برونو سافيو، كمان محمد الشناوي حارس مرمى الفريق اللي ظاهر بشكل جيد جدا الحمد لله في بداية الموسم، حمدي فتحي أبرز اللاعبين إن شاء الله هيعتمد عليهم مارسيل كولر في المباراة، محمد عبد المنعم، محمود متولي خط الدفاع اللي بدأ إن شاء الله ببداية جيدة وقوية جدا. زي ما انتم شايفين يعني دي لقطات خاصة كده من وصول البعثة، وإن شاء الله هنتابعكم كده النهاردة على مدار اليوم بكل الأخبار وكل كواليس البعثة أول ما توصل لغاية ميعاد المباراة إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي. فتقرير يلا كورة زي ما قلت بيتكلم على دور السوبر، لازم يكون عندك فريق كورة نسائية، وكان بيلقي الضوء على أبرز الأندية اللي عندها فريق كورة نسائية، لكن الأهلي وزاك لسه ما دخلوش وخدوا الخطوة دي. معلوماتي إن الأهلي إن شاء الله خلال الأيام اللي جاية هيكون في إطار التكوين لفريق كورة نسائية عشان يستعد بعد تطبيق كل معايير مشاركة الفريق في دوري السوبر. طيب نروح لحساب في الجول وبيتكلموا على منتخب الشباب تحضيرا لكأس إفريقيا. منتخب الشباب بينتظر رد جامبيا. منتخب الشباب عنده بالتأكيد مباريات ودية، والكابتن محمود جابر بيستعد في معسكر نوفمبر وعايز يلعب مباراة ودية، وبيكلم مع منتخب جامبيا عشان ممكن تكون في لقاء ودي في شهر نوفمبر اللي جاي. منتخب الشباب عنده كأس أمم إفريقيا هتنظمها مصر في فبراير اللي جاي من 2023، فبالتالي عنده مباريات كتيرة عشان المنتخب يكون يعني جاهز إن شاء الله للبطولة، وهيكون منتخب تونس كمان المنتخب العربي اللي موجود مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا للشباب. حساب في الجول بيتكلم على منتخب الناشئين. منتخب الناشئين إن شاء الله بيستعد لتصفيات كأس الأمم في الجزائر تحت 17 سنة، وهيكون دكتور إيهاب الكومي رئيس البعثة في هذه التصفيات، والبعثة إن شاء الله هتغادر يوم الأحد إلى الجزائر لافتتاح مشوار التصفيات. جاهزين بإيه؟ طيب لقطات تانية زي ما أنتم شايفين من وصول الفريق، محمد الشناوي، محمد هاني، محمد أو طاهر، محمد طاهر، يمكن اللوك الجديد لطاهر ومحمد عبد المنعم مخلين الاتنين شبه بعض، عمرو السلية، يمكن كمان محمد فخري شفناه موجود كمان مع البعثة، بيرسيتاو إن شاء الله يكون أحد الأوراق الرابحة في هذه المباراة، كريم فؤاد والمركز الجديد اللي بيلعب فيه مع مارسيل كولر، أحمد عبد القادر إن شاء الله يكون موفق في اللمسة الأخيرة في هذا اللقاء. بإذن الله يكون الفريق جاهز إن شاء الله في كل الأمور، لكن سفر مبكر جدا النهارده الثلاثة، هيكون في تدريبات 4-5، المباراة يوم الجمعة، فبإذن الله الأمور كلها هتكون على ما يرام. كل الأمور الإدارية بيتم تذليلها بحيث إن الفريق ما يقعدش كتير في المطار ويتوجه بسرعة إلى فندق الإقامة. شادي حسين وأول بطولة يا رب بإذن الله لشادي حسين مع النادي الأهلي. محمد مجدي قفشة زي ما أنتم شايفين، يعني قدر الإمكان بنحاول نديكم كده كل اللقطات الحصرية والكواليس الخاصة لبعثة فريق النادي الأهلي. كمان مهم جدا قبل ما نروح بقى للمشاركات استقبال جمهور الاهلي، من غير ما اشوف اي صوره لسه توقعي يكون في استقبال كبير جدا عشان شعبيه الاهلي في الخليج كبيره جدا، هيكون في استقبال في المطار، استقبال عند فندق الاقامه، تحركات الفريق لملاعب التدريب، انا عشت الاحداث دي في ابو ظبي اكتر من مره، فجمهور الاهلي يعني هيكون موجود دايما في الحدث وهو اللي هيكون صانع الحدث باذن الله على ملعب هزاع بن زايد. طيب المشاركات والسؤال اللي طرحناه، افضل تشكيل يلعب بيه الاهلي لقاء السوبر، أستاذ أحمد بيقول الشناوي، معلول، متولي، عبد المنعم، أكرم، حمدي والسلية، برونو سافيو، أفشة، طاهر، شادي حسين.
الأستاذ محمود فوزي بيقول الشناوي، أكرم عبد المنعم، متولي معلول، السلية حمدي، طاهر عبد القادر، صافيو وشادي. نروح كمان لأستاذ فوزي بيقول الشناوي، كريم فؤاد، ربيع عبد المنعم معلول، السلية حمدي، أفشة، يمين سافيو، شمال طاهر، هجوم شريف. أستاذ فوزي استغنى عن أكرم توفيق. ماشي. أستاذ سعيد بيقول محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبد المنعم، متولي أكرم توفيق، فتحي السلية، طاهر، أفشة، سافيو، شادي حسين. بالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي. في استقرار على البدء بشادي حسين من وجهة نظر الجمهور، ولكن أستاذ خميس بيقول من وجهة نظر التشكيلة هيكون الشناوي، أكرم، عبد المنعم، معلول، متولي، حمدي فتحي، ديانج، سافيو، تاو، طاهر، ومحمد شريف. آخر تعليق كان فيه كذا اختلاف، البدء بيرسي تاو ومحمد شريف على حساب شادي حسين. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.